نعلن ولاءنا لجماعة الصادعون بالحق وطاعتنا لأميرها الحبيب وفقه الله وسدد خطاه. عالم كودن وحانو أغيسينينا إنا نتاغير سنهي باقي أوجيدي أمير كجماعة الصادعون بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نعلن للعالم أجمع أننا أعضاء من جماعة الصادعون بالحق، ونؤيد البيان الذي ألقاه أمير الجماعة الشيخ مصطفى كامل حفظه الله. تدعو هذه الجماعة إلى تحقيق عبودية الله وحده وإخلاص العبادة له وحده، وأن يستسلم المرء استسلاما يحقق العبودية الكاملة له وحده، سواء في جانب العقيدة أو الفكر، أو في جانب الأخلاق والسلوك، أو في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وكلمة التوحيد أرسل الله جميع الأنبياء والرسل ليبلغوها أقوامهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال باللسان دون أن يكون لها تأثير في واقع حياة الناس، بل هي كلمة عظيمة تحمل في طياتها معاني جليلة تقتضي أن يكون الله وحده هو الحاكم في شؤون البشر وما سواه عبيد. وهؤلاء العباد يجب أن ينقادوا لله سبحانه ويتلقوا منه الشرائع والشعائر. قال الله تعالى آمرا نبيه أن يبلغ هذه القضية للناس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله سبحانه وتعالى هو الحاكم لهذا الكون. يقول الله لنبيه: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. نفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق أن يكون حاكما لهذا الكون، وما سواه مخلوق مفتقر إليه، فكيف يكون لهذا المخلوق أن يكون شريكا له وله القدرة وله تلك القدرة والعظمة وهو الخالق لهذا الكون؟ فنحن نرى البشرية اليوم تعيش في ضنك وفي شقاء بسبب انحرافها عن دين الله سبحانه وتعالى ومنهجه القويم. لذا ندعو البشرية جمعاء أن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، وأن ينقادوا لله سبحانه وتعالى. ويقتضي هذا امتثاله بأوامره كلهم، وأن يتلقوا شرائعه وأحكامه منه سبحانه وتعالى. إن معظم الناس اليوم يحتكمون إلى شرائع وقوانين غير شرع الله سبحانه، إلا قلة رفضت ذلك وأعلنت البراءة منها، وأصبحت هذه الشرائع والقوانين هي المرجع عند التنازع والتشاجر من دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والعجب أن يزاول الناس تلك الأفعال ثم يقولوا بعد ذلك أنهم مسلمون. يقول تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فمن ترك حكم الله ونبذ كتاب الله وراء ظهره وتحاكم إلى القوانين الوضعية فقد اتخذ من دون الله إلها رغم أنه لم يسجد له، لأنه رضي بالمشرعين المحللين والمحرمين من دون الله، فتلك عبادتهم. كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فسمعته يقرأ قول الله تعالى:
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؟ قال أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فهذه عبادتهم إياه. وأخيرا، واقع حياة الناس يخالف منهج الله بالجملة، ففي معتقدات الناس وتصوراتهم انحرافات عقدية خطيرة، والقوانين التي يتحاكمون إليها هي قوانين وضعية تخالف شرع الله. وهذه المخالفة ليست حادثة عين تقع فلتات، وإنما هو واقع تعيشه البشرية. وبما أن البشرية اليوم بعدت عن تطبيق منهج الله، فإننا عزمنا على أنفسنا الاجتهاد في تطبيق ما ندعو إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ثم القيام بواجب الدعوة والبلاغ. يا قومنا، نحن نحب لكم ما أحببناه لأنفسنا إشفاقا عليكم وحرصا على هدايتكم، وليس لنا من وراء هذه الدعوة أهداف أو غايات أخرى غير مرضات الله سبحانه. ونقول لكم ما قالت الرسل لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.